السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام داخل وخارج السودان في هذه الحلقة الخاصة من المشهد السوداني. تأتيكم هذه الحلقة بعنوان عام على قرارات 25 من أكتوبر، وفيها نناقش تظاهرات اليوم 25 من أكتوبر وأثرها على المشهد السياسي. نناقش أيضا قراءة تحليلية وجرد حساب لقرارات البرهان في 25 من أكتوبر الماضي، ونناقش مآلات المشهد السياسي بعد مرور عام على هذه القرارات وأحاديث التسوية. فأهلا بكم. وللمناقشة ينضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ حسن إسماعيل، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ حسن. مرحبا بك، وعليكم السلام يا أخي ناجي حوابك. سنة الآن من القرارات التي اتخذها البرهان والوعود التي أطلقها في 25 من أكتوبر، التي اعتبرها البعض بالتصحيحية واعتبرها الطرف الآخر بأنها يعني ردة وانقلاب على الشرعية. لدينا تقرير يتحدث عن يعني هذا العام وما بعده من هذه القرارات، تعالوا نشاهد ومن ثم نعود لك للمناقشة إن شاء الله. عقب سيطرة حكومة قحط وتسلطها على المشهد السياسي في السودان واستبدادها وإقصائها الممنهج لكل المخالفين وتشظيها الداخلي، الأمر الذي عقد المشهد السياسي السوداني المعقد أصلا، لتأتي قرارات 25 من أكتوبر والتي وصفت من قبل البعض بالتصحيحية بعد ضغط المؤسسة العسكرية والحاذبين على أمن ووحدة السودان علها تصلح ما أفسدته قحط وأحزابها. البرهان وجد نفسه مجبرا على حل مجلسي السيادة والوزراء وإقالة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وإعلان حالة الطوارئ في البلاد وتجميد العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية وتجميد لجنة إزالة التمكين. ووضع قائد الجيش البرهان خارطة طريق شاملة تبدأ بتشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة وتكوين مجلس تشريعي يمثل فيه شباب الثورة، وتشكيل المؤسسات العدلية كالمحكمة الدستورية والنيابة العامة ورئاسة القضاء، على أن تختتم بإجراء انتخابات عامة في عام 2023 يختار فيها الشعب من يحكمه. لينكص البرهان مرة أخرى على عقبيه ويعود لتجريب حمدوك المجرب الذي لم يحقق أي نجاح يذكر خلال عامين من رئاسته للوزراء. البرهان وقع اتفاقا مع حمدوك أفرج الجيش بموجبه عن معتقلين سياسيين وألغى حالة الطوارئ بالبلاد في إجراءات قال عنها البرهان إنها تهدف لتهيئة المناخ لحوار جاد ينهي الأزمة الحادة في السودان. لم يستطع حمدوك الصبر ليقدم استقالته وينسحب من اتفاق البرهان بعد 3 أشهر فقط، ليستجمع البرهان مرة أخرى زمام المبادرة ويعلن انسحاب القوات المسلحة من المشهد السياسي لإفساح المجال للقوى السياسية ليظل التشاكس العنوان الأبرز للعام الماضي. تردد البرهان وتقديم رجل وإرجاع آخر وعدم المضي قدما في تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية من حكومة كفاءات ومجلس تشريعي ومفوضيات والاكتراث للأصوات المعارضة في الداخل والخارج جعل البلاد كلها أمام شفير انهيار، الأمر الذي أفشل إجراءات 25 من أكتوبر وجعلها حبرا على ورق. فمتى ينتهي هذا الاحتقان السياسي والجمود الذي ابتلي السودان به زمنا ليس بالقصير؟ فس حسن، يعني الآن هذا القرارات أو هذه القرارات سنة عام كامل، التقرير يتحدث أنها ربما صارت حبر على ورق، يعني مجرد حبر على ورق إذا يعني ما رصدنا تصريحات الرجل خلال هذه المدة، وإن شاء الله خلال هذه الحلقة سنمر على عدد من هذه التصريحات. هل فعلا هذه القرارات الآن حبر على ورق وربما يعني تحدث ردة من الرجل على هذه القرارات التي اتخذها؟ طيب شكرا يا أخ ناجي، مرحب بك ومرحب بالإخوة المشاهدين. يعني قبل أن أجيب مسفات حقيقة أنا شخصيا فاتني أن يعني أعلق على الفعالية ضخمة جدا أقيمت في الخرطوم للحديث عن ضرورة إطلاق سراح الفريق عبد الرحيم محمد حسين، وأنا أفتكر أنه يعني من حق الرجل علينا أنه نضم صوتنا إلى صوت الإخوة الذين تجمعوا يوم أمس للحديث عن ضرورة إطلاق سراح الرجل. شوف عبد الرحيم محمد حسين ده في دقيقة واحدة أنا داير أقول لك هو مثال للعمل الصالح. إبراهيم ده 20 سنة أو 25 سنة هو في المواقع
الدستورية في السودان، وقبلها هو في الجيش، وما حصل اشترك في سجال سياسي، وما حصل مسك ميكروفون يتكلم له عن حزب ولا يتكلم عن معارضة ولا يتكلم عن حكومة مطلقا. كان وزير داخلية وكان وزير دفاع وكان وزير رئاسة الجمهورية، ما سمعوا الناس قط، هو وبكري حسن صالح ما سمعوهم الناس قط يتحدثوا في سجال سياسي، لا شتما ولا نقدا ولا ذما ولا 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 ولا، مع انه الرجل كان هدف لكثير جدا من وكانه لا يسمع. وطبعا عبد الرحيم اصلا ما عنده جهاز بتاع واتساب، الاجهزه شايلينها المساعدين بتاعينه يديروا بها العمل اللي هو بيقوم وكلبه. فده نموذج غريب في العمل التنفيذي، وانجز في وزاره الداخليه، انجز التطور الكبير للشرطه، وانجز في وزاره الدفاع التطور الكبير في الصناعات العسكريه دون ان يخوض في وحل السباب والسجال السياسي. يعني كل السنوات اللي هو جلس فيها على مقعد المسؤوليه هذا لم يكن فيها اي زمن صرف للدخول فيها، لا يستطيع احد الان في السودانيين، مع انه عبد الرحيم في فتره من الفترات كان من اكثر الناس اللي كان ترند بتاع هجوم وترند بتاع نقد، لكن ما في السودان الان يجي يقول لك عبد الرحيم رد علي ولا سال لي، ونحن اشتغلنا معاه ونحن ممثلين احزاب، ما كان بيشعرنا انه والله نحن ولا كان بيشعر مجلس الوزراء انه والله مجلس الوزراء ده بيتشكل من احزاب، بيتشكل من وزراء بغض النظر هم جايين منه، بالعكس انت حسب ادائك. نحن كنا في فتره اقرب لعبد الرحيم من ناس قدام جدا في المؤتمر الوطني، فوالله دي وقفه يستحقها مننا الرجل، ونضم صوتنا ونضم تضرعنا لله سبحانه وتعالى، انه والرجل يعني فوق السبعين، وفي ناس كثار جدا ما بيعرفوا عبد الرحيم من حفظة القرآن ومن الذين يجودون قراءة القرآن. يعني أنا رجل كنت معه 3 سنوات أعرف عنه كثير جدا من التفاصيل، فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل له هذه السنوات كفارة يعني، ويجعل وتحسب له في ميزان حسناته إن شاء الله، ويطلق سراحه في القريب العاجل، وتضامن الكامل مع أسرته وأبنائه وبناته. كانت حقيقة كانت الإضافة دي مهمة جدا. قرارات البرهان حبر على ورق، هي لا حبر لا ورق، وما في قرارات، البرهان جه نسخها كلها. يعني لو كان احنا البرهان ماسك ورقته دي من 25 أكتوبر إلى اليوم، ونحن بس مستبطئينه في إنه يعني ينفذ هذه القرارات، كان نقول والله حبر على ورق، لأنه الحبر الذي على الورق ينتظر، كأنه ورق موجود في الأرشيف ينتظر التنفيذ. لكنه البرهان في محطات لاحقه بعد 25 اكتوبر نسخ هذه القرارات. يعني انت لما تحل مجلس الوزراء وتحل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتالي بعد 3 شهور ترجعه، معناته انت نسخت قرارات 25 اكتوبر. لما ما ترجع تتحدث عن انتخابات تحددتها بعد سنه ونص من يوم 25 اكتوبر الى اليوم، وما تجري في هذه المساله ولا نقطه واحده، معناته انت نسخت هذه القرارات. فالبرهان الان نسخ قرارات 25 اكتوبر، وما في حاجه، ما في حاجه الان احنا نقدر نقولها انه في قرارات اسمها 25 اكتوبر. في حاله البرهان زي ما تم تشكيل مجلس سياده بشكل شائي بموجب الوثيقه الدستوريه، تم حل هذا المجلس وتم تكوين مجلس سياده ثاني فيه مدنيين، وده برضه جه حله. وزي ما كان في مجلس وزراء بيمثل جهات، الان في مجلس وزراء بيمثل جهات، وحكايه انه ما في رئيس وزراء واحد، حكايه انه يكون في حمدوك وما يكون في رئيس وزراء لما تجد فاضل، وما في فرق يعني يكون في حكومه كرئيس عبد الله حمدوك وفي حكومه ما يكون عندها رئيس وزراء ايكوال، يعني ما في فرق يعني واحد، يعني ما في شيء يعني ما اختل شيء يعني. فالوضع ياهو الازمه دي ياها بنتي وبنت الاحداث 2019 ابريل 2019، وهي ده الرحم بتاع تسقط، بس الان يسلمنا الى هذه المهازل والى هذه الازمات بكل محطاتها، محطه الوثيقه الدستوريه، محطه 25 اكتوبر، محطه 4 يوليو، الى اليوم نحن تتناسل الازمات وما في جديد، تتلون فقط كما تتغير علامات المرور، وتغير علامات المرور فيه منفعه لانه تشير الى انسياب الحركه والى توقفها والى تعطلها، لكن تتغير الوان الازمه منذ ابريل 2019 الى اليوم، وهي باركه في مكانه. فما في ناجي، ما في قرارات الان اسمها 25 اكتوبر.
يا أخي الرجل يعني أصدر هذه القرارات وواجه تحدي كبير جدا، وكانت لديه يعني عدد من الضغوط للقوى السياسية في الداخل وضغوط خارجية، وحتى وصل انه يلوح بانه ممكن يطرد فولكر اذا تدخل في هذه الامور المعنيه بالاجراءات التي تخص السودان وعمليه الانتقال وكل ذلك. لكن دعنا سناتي على هذه الامور بتصريحات الرجل يعني بتواريخها وما الذي قاله في كل مناسبه. لكن قد خلينا الليله نبدا بتظاهرات اليوم. اليوم كانت هنالك تظاهرات في الخرطوم، وكان يعني فيها جمع كثير من الناس، و كان فيها بيان للشرطة اتهمت فيه المتظاهرين بأنه يعني فصيل مسلح وجماعة متفلتة وتنتمي إلى التمرد وخلايا نائمة بالواضح، يعني هكذا نصا كتبت قوات الشرطة في هذا الأمر. أنت كيف تقرأ هذا الحراك اليوم؟ هو شوف هو الليلة في أعداد كبيرة طلعت الشارع، لكن طبعا كروت الدعوة مختلفة، يعني كصالة الأفراح اللي بتقام فيها أكثر من مناسبة او اكثر من عقد قران. الروافد اللي رفضت الشارع اليوم هي الثلاثه روافد اساسيه، كل يغني او كل يبكي على لو في المجموعه بتاعت التغيير الجذري اللي هي دي دائره تسقط التسويه واي دعاء للتسويه، وكان اليوم ده بالنسبه لهم مهم جدا انهم يظهروا قدراتهم ويظهروا حتى القدرات الاعلاميه والقدرات الدعائيه. ده كان يوم قاتل بالنسبه لهم ويوم اساسي بانه يكونوا او لا يكونوا، لازم يظهروا انه والله يا اخي احنا ضد التسويه الماشيه. في المجموعه بتاع قوى الحريه والتغيير ايضا تريد ان تستفيد من زخم هذا اليوم باعتبار انه تحسن بهم موقف التفاوض تحت الطاولات في بيت السفير السعودي ولا في بيت السفير الامريكي، ولا تحسن وجبتها التفاوضيه ومطالبها الغذائيه التفاوضيه وتستزيد من الكراسي حصتها في السلطة، كما فصل خالد عمر انه هم اتفقوا على تسوية سياسية. صحيح بعض الكثير الان بيحاول ينكر هذه المسألة، لكن خالد فصل فيها ونحن ناقشنا الموضوع ده في هذا البرنامج. الان التسوية دي الان الجماعة طلعوا فيها دي عايزين يستزيدوا او عايزين يحسنوا وجبتهم التفاوضية. في مجموعة ثانية بتاعت لجان المقاومة اللي هي ضد المشهد ده كله، فالثلاثة ديل حشدوا في هذا اليوم وكانوا حريصين انهم هم يظهروا بقوتهم. نعم، دعنا ننتقل الى الخرطوم، ومعنا عبر الهاتف الزميل هيثم محمود حميد رئيس تحرير صحيفه كواليس. سيد هيثم، يعني ما الذي يدور الان في الخرطوم؟ صف لنا هذه التظاهرات ال 25 من اكتوبر. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، تحيه لك اخي ناجي وتحيه للاستاذ الكبير حسن اسماعيل. وانا صراحه استمتع بهذا التحليل الرائع وهذه الكتابات الرائعه. يعني الله يخليك يا هيثم، تكرم. نعم، مظاهرات اليوم يمكن هذه المظاهرات دعت لها مجموعه من لجان المقاومه ومجموعه الحراك الثوري وكل المجموعات القاضبة إذا كانت من قوى الحرية والتغيير ومن حزب الشيوعي الذي يعني فرز عيشته مبكرا وبدأ يعمل عبر واجهات مختلفة. هذه التظاهرات يمكن سبقتها تظاهرات تنشيطية 21 22 أكتوبر ومظاهرات ليلية، وكل القوى السياسية المناوية أو المعارضة لقرارات 25 أكتوبر اليوم يعني رمت بكل قوتها في التظاهرات. الحكومة ولاية الخرطوم استبقت هذه التظاهرات باجتماع للجنة الأمن ليلة البارحة، أغلقت على من خلاله إغلاق جميع الجسور عدا صوبة والحلفاية. أضف لذلك يعني أعلنت أن منطقة وسط الخرطوم هي منطقة عسكرية ممنوع منها الاقتراب والتصوير، وهددت كل يعني حذرت من الوصول إلى وسط الخرطوم، وأكدت أن المظاهرات محمية وستكون في الساحات والمناطق العامة. عموما انتهت التظاهرات في حوالي الساعة 12 ظهرا في الخرطوم. كانت التجمعات في محطة باشدار ورطة التغاية، كانت منطقة ميدان شروني، كذلك مظاهرات في شارع الستين في بحري، كانت تظاهرات في منطقة المحطة الوسطى وحتى من المؤسسة إلى منطقة المحطة الوسطى، وفي درمان كانت يعني مظاهرات بحري. كل المظاهرات كان حدد لها ان تلتقي في البصره الجمهوري ان يعبر الثوار من بحري عبر كوبري المكنمير الذي اغلق تماما، وان يعبر الثوار من درمان عبر كوبري السلاح الطبي من شارع الأربعين ومن البرلمان،
وإضافة إلى سوار الخرطوم أو جنوب الخرطوم الذين يلتغون في شروني، وكانت الوجهة للقصر الجمهوري. للأسف الشديد يعني كانت تظاهرات اليوم رغم أنها لم تكن بالحجم المطلوب، يعني هذه التظاهرات هي كانت قمة التظاهرات باعتبار أن يوم 25 أكتوبر هو اليوم الذي فقدت فيه قحط سلطتها، وفقدت فيه أحزاب أربعة طويلة سلطتها، وظلت تحارب وظلت تتظاهر على مدى أساليب وأيام وشهور، ولكن صراحة التظاهرات اليوم حررت شهادة الوفاة لقحط، وحررت شهادة أيضا حررت شهادة وفاة لأي تسوية سياسية. التظاهرات في منطقة الخرطوم يعني أعلن أن هنالك أربعة مصابين أصيبوا في منطقة موقف شروني، وهنا لابد أن أشير إلى أن التظاهرات في موقف شروني انتهت في حوالي الساعة الثانية أو الثانية بعد الثانية والنصف إلى الثالث ظهرا، يعني تم دحر المتظاهرين وتم إبعادهم عن منطقة شروني، وهذه المنطقة تشهد تظاهرات إلى جنوب السكة حديد حتى حتى ما يقارب صلاة المغرب. في مدينة أندرما أصيبت متظاهر بدحس في سيارة وتوفى إلى رحمة مولاه. يمكن الشرطة لم تعلنه، ولكن أعلن عبر الوسائط وأعلننا. أنا كنت في منطقة الأربعين حينما عدت إلى المنزل علمت أن هنالك شاب قتل، وقمنا بنشره في صحيفة كواليس. في منطقة بحري أيضا أصيب أربعة بإصابات تم إبعادهم إلى مستشفى بحري. بصورة عامة يمكن القول أن تظاهرات اليوم رغم أن قوى الحرية والتغيير وأن لجان المقاومة وأن الحزب الشيوعي رموا بثقلهم فيها بدعم كبير جدا من فولكر، بدعم من السفارات التي أصبحت تتدخل نهارا جهارا في الشأن السوداني، ولكن نقول أن يمكننا القول أن تظاهرات اليوم كانت دون المطلوب. نعم، تحدثت على أن هنالك متوفي في أم درمان أصيب بدهس بسيارة، هل هنالك معلومات تفصيلية في هذا الأمر؟ هل هذه السيارة سيارة قطاع خاص، سيارة حكومية؟ ما أيما تفاصيل في هذا الأمر؟ نعم، أنا أقول أننا لم تكن هنالك معلومات لا من لجنة أطباء السودان، أنا لم أقرأ في موقعهم هذه المعلومة ولم تكن منها، ولكن هنالك صورة متداولة تعاملنا جرينا عدد من الاستفسارات تأكدنا منها. الشرطة حتى الآن لم تصدر بيان بخصوص الشاب الذي قتل في التظاهرات، ولكن دعونا لدي ملاحظة مهمة لابد أن أقولها، بأن الشرطة شرطة السودان وشرطة ولاية الخرطوم على غير عادتها في التأخير في المعلومات، في هذا اليوم أصدرت بيان شامل وضافي، ولكنه بيان مخيف للغاية. علنا نتوقف عند البيان حينما تصدر الشرطة. الشرطة تحدثت عن خطتها الأمنية وعن حمايتها للمتظاهرين وعن حمايتها للمراكز الرئيسية، ولكن تحدثت الشرطة لأول مرة تتحدث الشرطة في بيان عن مجموعات عسكرية مدربة تحمل رايات بألوان مختلفة. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل هيثم، نعاود الاتصال متى ما أتيح ذلك. الرجل تحدث أن هنالك شهادة وفاة حررت اليوم لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وأن هذه شهادة الوفاة حتى للتسوية السياسية التي تمضي الآن، والتي أشرت أنت لأنها ربما ما وجبة دسمة لقوى الحرية والتغيير تريد أن تستغل هذا الأمر. وتحدث أيضا أن هنالك شخص متوفى دهسا في منطقة أم درمان بسيارة، ولم تردهم معلومات ضافية حول هذا الأمر، وأشار إلى حديث الشرطة في بيان أن هنالك تفاصيل عسكري مدرب، هذا الفصيل يعمل على العنف والتخريب ولديه رايات، وهذه التفاصيل التي ربما اطلعت عليها في بيان الشرطة. عموما كيف نقرأ هذا الأمر الآن؟ هل تظاهرات 25 والأكتوبر لديها أثر سياسي بخلاف هذا الذي تحدث عنه السيد هيثم حميدة؟ هو شوف قبل ما نخش في التفاصيل بيان الشرطة وكده، المشهد ده مجملا هو زي ما قلت لك ملمح من ملامح الأزمة اللي بدت من 11 أبريل 2019. ما هي المظاهرات دي مستمرة الآن 4 سنوات، وبنفس هذا التغني المليونية، المواكب، الهتافات، الشارع طلع، الشارع نزل، الشباب، وكل هذا لم ينتج معادلة استقرار سياسي، ما أنتج أرضية لبناء عملية سياسية تستغل بوجب البلد. لا زالت البلد في أزماتها، بل الموضوع مش أكتر من كده بكثير. نحن الآن بنتعرض لاهتزازات كبيرة جدا في ثوابت وممسكات الوحدة الوطنية في الأطراف. اللي بيحصل في الخرطوم
لما تيجي تشوف اللي بيحصل معه في النيل الازرق هتكتشف انه البلد دي انفصلت على الاقل وجدانيا. اي زول بيقعد عنده شجونه الخاصه، يعني الليله المقتله اللي حصلت في النيل الازرق ما في زول شغال بها في الخرطوم، ما في زول بيبكي عليها في الخرطوم. الليله الناس الليله مثلا في سقط هذا الشهيد في ام درمان، الان الميديا كلها مركزه على هذا مع انه قبل ثلاثه يوم سقطوا مئات وعشرات الناس، لكن ده لانه توظيف سياسي، توظيف سياسي للقتل وللموت، وهناك ما في توظيف سياسي، مع انه الموت في الدمازين ده اخطر. الموت اللي بيحصل في الخرطوم ده ما موت نتاج نتاج لخلافات سياسيه بين اجهزه الدوله وبين اجسام سياسيه وبين انصار اجسام سياسيه وكده، وده في النهايه عنده حله، يعني دي في النهايه اذا الازمه السياسيه دي مشت عندها حلولها. لكن الموت في الاطراف ده موت اهلي، ده موت بين الاهالي، والموت بين الاهالي للاسف الشديد بيكون موت بتاع افناء، يعني كل طرف بيكون دار يفني الاخر، ان لم يكن يريد يفنيه افناء نهائي من يخرجوا من الدنيا بالقتل المتعمد، يريد ان يفنيه يخرجوا خارج الرقعه الجغرافيه الموجود فيها. انا قبل ثلاثه كنت بسمع الى بعض السكان القرى في النيل الازرق على الهواء كده بيطلبوا انه والله نحن دار نطلب اللجوء والتجنس لدوله اثيوبيا، اثيوبيا تقبلنا كلاجئين وتجنسنا ونحن خلاص نسقط الجنسيه السودانيه. الى هذا المدى ينفتح الجرح السوداني، وكله في كل جرح في كل مكان للجرح يقام مأتم منفصل عن الاخر، كانوا الناس ما في بلد واحده وكانوا الناس ما في رابط وجداني، وده اسلمتنا له احداث واسلمنا له رحم تسقط بس من 11 ابريل الى الان نحن ما قادرين نخلق ارضيه سياسيه. نتكلم عن مظاهرات، كل محطه من المحطات نتكلم عن مواكب ومظاهرات، وما بنتساءل انه والله يا اخي الانتج شنو بموجب هذه المواكب. الليله المواكب دي زي ما انا قلت لك طلعت فيها ثلاثه كتل رئيسيه، كتله دايره تسقط ودايره تبعد اي عمليه للحديث عن التسويه السياسيه، ودي أجندة التيار الجذري اللي بيقوده الحزب الشيوعي وواجهاته، ودي واجهات كثيرة طبعا. في زول حيقول يا أخي الحزب الشيوعي ده قادر يحشد الحشد ده، هون عملية سهلة جدا، حشد الناس في الشارع ده يحشدهم الحزب الشيوعي، يحشدهم كده، دي عملية سهلة ما صعبة. في مجموعة الحرية والتغيير هي اللي هي دي دايرة تقول للبرهان والله نحن عندنا جماهير وكده، ودايرة تاكل في مائدة المواكب اليوم عشان تمشي تصرفها في مفاوضات التسويه السياسيه، دار تقف في الصف بتاع مواكب اليوم، وفي لجان المقاومه، وفي الناس اللي بيجوا ساكت انه والله نحن دارين المدنيه، وهو في زول ما داير المدنيه في السودان، ما هو السودان ده كلهم مدنيين الا اعضاء المؤسسه العسكريه، بالتالي ما في زول ما داير، لكن الناس بيختلفوا في تفصيلات هذه المدنيه، في ناس دارين المدنيه تكون شموليه مدنيه لاربع احزاب، وفي ناس دارين المدنيه دي سلطه الشعب اللي بيختار الممثلين بتاعينه. فده المشهد المتشابك والمتداخل جدا. بيان الشرطه اللي انا قبل ما اصلكم كنت بتكلم مع احد اخواني في قوات في قاره الشرطه تحديدا عن المعلومات اللي وردت على انه في تشكيلات عسكريه وكده، وحقيقه انا كتبت البيان ده تخاطبوا بالراي العام تخوفوا، والذي يفترض تقولوه كتقرير للقياده بتاعتكم على اساس انه بعد ذاك بموجب تقريركم ده تطلع موجهات لكم. يعني انت لما تقول والله الشعب السوداني ده عارفين انه في تشكيلات مسلحه وعسكريه ومنظمه موجوده خارج الاطر العسكريه وخارج المنظومات العسكريه المتعارف عليها سواء كان الجيش ولا الشرطه ولا الدعم السريع، ثاني في مجموعات قاعده مدربه وكده موجوده في الشارع عشان الشعب السوداني يعرف القصه دي. طبعا انا بمعلوماتي الخاصه أعرف إنه مثلاً عبد الواحد محمد نور قبل كده قال إحنا موجودين في المظاهرات، وعبد الواحد محمد نور محزب، عبد الواحد محمد نور حركة مسلحة، وناسه ما أعضاء أحزاب، ناسه أعضاء حركة مسلحة، وده الموجودين وشفنا علمهم قبل كده وشفنا نشاطهم قبل كده، هل النشاط ده تطور؟ ولا هل ديل الشباب المدنيين تطوروا؟ ولا هل دي لجان المقاومة تطورت؟ أجهزة الشرطة مطالبة إنها تجاوب على هذه الأسئلة وتزيل هذه الإفهامات، لأنه إذا أنت داير البيان ده تطمن بين الناس أنت كده أثرت خوف الناس ورعب الناس، وأنت كده بتحسس الناس إنه في قصور في المعلومة. يعني إذا في تشكيلات عسكرية خارج المنظومات يفترض إنه يكون في قرار واضح تجاهها. كويس إنك أنت تخطر الناس، كويس إنك أنت تفصح عن هذه المسألة، لكن يجب أن يتبع هذا الإفصاح بإجراءات الدولة تكون عارفة القصة دي. أما كعادة البرهان في أنه يترك هذه المسائل كلها مفتوحة، ويترك كل هذه الجراح مفتوحة، ويترك كل هذه المشاوير إلى منتصفة، ويترك كل هذه الخطوات دون أن تكتمل، ده أسلمنا للأزمة الحالية. أنا حقيقة دار أقول الآن نحن في فترة من الفترات لما البرهان عمل إجراءات 25 أكتوبر كنا بنفتكر أنه ده جزء من الحل،
لكن للأسف الشديد بعد مرور عام دار نقول والله الآن البرهان نفسه بقى جزء من الأزمة. ذات البرهان محتاج لجهة تجي تعمل قرارات 25 أكتوبر 25 نوفمبر، لأنه هو الآن هو ما مستوعب حجم اللي بيحصل في البلد، ما مستوعب حجم التفسخ اللي بيحصل في البلد، ما مستوعب حجم التفكيك الحاصل في البلد. التفكيك الوجداني كونه يحصل موت بالآلاف، والمجتمع المدني في الخرطوم والمجتمع الشعبي في الخرطوم وفي المدن الكبيرة ما يستشعر المسألة دي، وما يستشعر مخاطر إنه في مجموعة أهلية دار تقصي مجموعة أهلية من الأرض، وده والإقصاء ده سواء كان بأنها ترحل، سواء كان بأنها تموت، سواء كانت تقتل، سواء كانت تسأل، دي مسألة خطرة وما بتقف تاني، ما عندها حل دي. إذا ثبتت الصراع الأهلي ده تاني ما عنده، ما بقف تاني إلا طرف يفني الآخر. ما زي الصراع السياسي، الصراع السياسي ده ما انت بتقدم مطالبك وانا بقدم مطالبي وبنتخاصم وبنتفاوض وبنتجادل وفي النهايه بنصل لما يسمى بالتسويات. لكن الصراع الاهلي اذا ثبت، يعني احنا امس او لما شفنا اللقاوة دي مؤشرات خطره، دي مؤشرات خطره، والهم بتاعه حق البرهان حاسي للاسف الشديد. والله انا اقول الكلام ده انه البرهان ما مستوعب خطوره المساله دي للاسف. يعني الاخوان اللي قاعدين في مجلس السياده دي والآن على عاتقهم مسؤولية إدارة البلد وحفظ أمن الناس ودمهم وسلامتهم وكده، ما مستشعرين، ما مستوعبين يعني شنو يندلح صراع أهلي بالعنف ده. نعم. يعني أنا معلش يعني، لكن أنا أضحك أن زول يقعد في ميكروفون يقول أنا الناطق الرسمي باسم القبيلة الفلانية وأدعو قبيلتنا تجي من كل أنحاء السودان، وتاني يقعد ناطق رسمي باسم القبيلة الفلانية ويقول والله يا أخي قوات الدعم السريع دي كانت منتظمة مع القبيلة الفلانية، أنت البلد تاني فضل فيها شنو؟ ده شيء ما مسموح به. إذا في بلد في جغرافيا واحدة وفيها سيادة واحدة ده ما مسموح به. ما أنت كده رجعت البلد ده لتكوينات الأولى، أنت الآن رجعت السودان ده كله لمكوناته البدائية للقبائل وبطو، وتاني ما في حزب بيقدر يشتغل سياسة، ما في زول تاني بيقدر يمشي خل عايز تاني. بعد القصة دي لو استشرت استمرت شهر في لقاوة ولا استمرت شهر في النيل الأزرق، في حزب سياسي يقدر يشتغل سياسة هنا؟ ما أنا ودع عمي وقبيلتي وقبيلتك وكده وسلاحي وسلاحك وكلاشي وكلاش كل يحسم الصراع، تاني ما بكون في مسارات سياسية لحسم الصراع في المناطق دي. وإذا تمددت القصة دي وبقت ثقافة لحسم الاختلاف، تمددت طلعت من غرب كردفان ومشت لشرق دارفور وطلعت من النيل الأزرق، جاتنا في ولاية السنار لا قدر الله وجاتنا في بقية الولايات، تاني المسارات بتاعت الخلافات ما بتبقى سياسية، تاني المسارات بتبقى مسارات قبلية وأهلية، وحدها الموت، حدها الإفناء، حدها انه قبيله تقف في جثه القبيله الاخرى وتقول انا انتصرت، وتحكم ما تريد وتقرر ما تريد، تاني ما في صراع سياسي يا ناجي. فالاخ البرهان ما مستوعب القصه دي، ما بنحمل المسؤوليه في المنبر ده وفي اللي بيحدث الان في السودان ده لجهه ثانيه غير البرهان. نعم، انا شعرت انه المعلومات التي تتحدث عنها سلسله يجب ان يعني تكون مع بعضها، لذلك لم نقاطعك في هذه الجزئيه. لكن دعنا نرجع الى الحديث حول قرارات 25 من اكتوبر، وان نريد ان نقيم يعني هذه القرارات من هذه الحلقه اقرب لجدل الحساب. يعني نستاذنك اننا سنسمع جزء من تصريحات البرهان ومن ثم نعود لنقرا المشهد بتلك الحيثيات. خلينا نشاهد المشهد الاول في هذه الحلقة، وهو حديث البرهان نفسه عن قرارات 25 من أكتوبر، ويعني خلينا نذكر الناس ما هي هذه القرارات التي اتخذها البرهان. عليه ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي: أولا إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ثانيا التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية للعام 2019 واتفاق سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر من العام 2020، ثالثا تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 3 71 72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية، رابعا حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه، خامسا حل مجلس الوزراء، سادسا إنهاء تكليف ولاة الولايات، سابعا إعفاء وكلاء الوزارات، ثامنا يكلف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير دولاب العمل، تاسعا وأخيرا تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عمله وتشكيله
على أن تكون قراراتها نافذة وخاضعة للإجراءات القانونية. يستثنى من هذه الإجراءات الالتزامات واستحقاقات سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر 2020. طيب، يعني هذه القرارات التي اتخذها الرجل، البعض يتحدث أنه حينما تم اتخاذ هذه الإجراءات كان هنالك ضغط داخل المؤسسة العسكرية على الرجل من قبل قيادات المؤسسة العسكرية والمؤسسة العسكرية يعني بشامل تشكيلاتها، إذا كان نقول في الشرطة أو في الأمن أو حتى في القوات المسلحة، ولذلك لم يكن أمامه أمر إلا أن يذهب في هذا الاتجاه ويقوم بإجراء هذه القرارات. ولكن الآن هذا التراجع ربما لأنه يعني أبدل هؤلاء القيادات بقيادات أخرى ربما أكثر انسجاما معه، ولذلك يريد أن يذهب بهذا الاتجاه في تسوية سياسية مع قوة يرى أنه يجب أن يكون مثلا معها في سلطة واحدة وهي ستوفر له الشرعية والاتصال الدولي الآمن. وطبعا يا مهيد الكارثة، وين الكارثة في الكلام التفسير اللي تاسو قلته ده الأخير ده، إنه والله هو عمل القرارات دي عشان كان في ضغط من المؤسسة العسكرية. هو ليه المؤسسة العسكرية ضغطت؟ يعني هو المؤسسة العسكرية ضغطته ليه؟ يعني يعني المؤسسة العسكرية ومنسوبين المؤسسة العسكرية ليه احتجوا على الوضع اللي كان موجود؟ طيب الوضع اللي كان موجود ده كان صيغة انت ما كنت محتاج لانه المؤسسة العسكرية تضغطك اصلا يعني. واذا انت استجبت لضغط المؤسسة العسكرية وتجاوزت الازمة في حينه وتجاوزت الضغط في حينه، طيب انت ما تحل الازمة من اساسها. ما هي المشكلة وين؟ المشكلة انك انت من 11 ابريل او من 12 ابريل بعد ابن عوف عينك بديل له وعين حميدتي بديل لكمال عبد المعروف، الصيغه دي او انت مشيت في صيغه انك انت توقع اتفاق مع الحريه والتغيير وتختصم مع السلطه، الازمه بدات من هنا. الازمه بدات من هنا لانه ده حلف، ده اسوء حلف سياسي تم في السودان. اسوء حلف سياسي تم في السودان ده. طبعا اخوانا بيسموه كان ده المسار المدني الديمقراطي. بيه حميدتي وبيه البرهان وبيه شمس الدين اللي بيشتموا فيهم ده لما وقعوا معانا صيغه بس هم لما يقولوا احنا نرجع لما قبل 25 اكتوبر استعاده المسار المدني الديمقراطي، يا هم قبل 25 اكتوبر هو كان قبل 25 كان في مسار مدني ديمقراطي. وطيب انتوا زعلانين من حمايتي كان في شنو؟ دي كانت صيغه اقرب لعنبر المجنونات. عنبر المجنونات ده هي مسرحيه جميله طبعا، اللي هو اي زول بيتكلم عن شجونه الخاصه دون مراعاه للاخر في سقف واحد، هم موجودين في سقف واحد يفترض يكون في الصيغه بتاعت حد ادنى من التوافق. المجموعات دي ما كان في اي حد ادنى بتاع توافق بينات. الصيغه دي اللي انتجت بعد 12 ابريل واطرت في اتفاق الوثيقه الدستوريه واعلنت في حكومه 18 اغسطس 2019 ده اسوء عمل سياسي تم في. ليه؟ لانه انت جمعت لك ناس ما عندهم مشروع سياسي. الخمس عساكر ده المشروع السياسي كان شنو؟ مشروعنا السياسي انه والله نحن المجموعه الامنيه بتاعت البشير ما دارين الاوضاع تتغير يحكمونا مع البشير. ابن عوف والبرهان والحمي كلهم ده ما عندهم مشروع سياسي، مشروع حقه ده مشروع الخمسه دين. الحزب الشيوعي مشروع عنده معركه مع الاسلاميين، بقيه الاحزاب الضحله دي مشروع سياسي شنو؟ ديل كلهم يتلموا مع بعض، انت ما عندك مشروع سياسي وده ما عنده مشروع سياسي وانت ما عندك مشروع سياسي، يتلموا مع بعض. قعدوا في بيت بتاع 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 سلطه ما متفاهمين ذاته انه يعني هم دارين يعملوا شنو. عشان كده نحن شفنا اول زول طلع قال انا حمد انا قال ما عندي برنامج ما ادوني برنامج، طلعوا ده قالوا لا ادينا برنامج. بعدها شفنا الشكل بين التوافق الوطني الحريه والتغيير التوافق الوطني، وشفنا الشكل بين حق نحن ننعش الذاكره عشان تفتكروا انه والله الازمه دي في 25 اكتوبر. انا امس في قناه الجزيره قلت هو 25 اكتوبر دي هي فقط دي القطره اللي اسالت الكوب، لكن الكوب كان ممتلئ لاخره بالازمات. 25 اكتوبر دي بس هي دي القصه اللي دفقت القصه الموضوع ده. البرهان عمل شنو؟ فرق كوب الازمه في 25 اكتوبر وعاد وملوا من جديد. عاد ثاني ملوا من جديد، ملوا بيعتوا ازمات بالفراغ العجيب اللي عاشوه البلد دي. ما في حكومه وما اسس وزير الماليه دي يعمل ميزانيته ويمشي ثاني يقعد في مجلس الوزراء بوزراء القطاع يجيزوا الميزانيه ويقول والله في جسر تشريع اجاز الميزان. يا اخي ده ماشي ما حصل مره بالسودان كلام زي ده. الاستعمار الاول اللي حكم السودان كانوا الحكام بيحوموا دارفور دي بالجمال، وكان في هيكل بتاع دوله، كان في نمط بتاع اداره. الان ما في، الان ده ما في. انا قبل شويه قلت لك يعني نحن من 2019 الى الان نقول الحريه والتغيير بيقولوا الازمه بدات 25 اكتوبر. ليه؟ لانه بس دايرين يحلوا لهم عقده 25 اكتوبر دي ويرجعون
فهذا الموضوع كده. الحزب الشيوعي بيفتكر انه لا اصله المسرح ده يكون هايج كده. الحزب الشيوعي ده انا قاعد اصفه منه خراب المناسبات، اي حاجه تتلم هو يخربها، ده مشروعهم هم عندهم هيجي يحكم الناس يقول لهم النظريه الماركسيه ولينين قبل 300 سنه قال وفي حاجه اسمها ثوره البوليتاريا وفي بوليتاريا اصلا يقولوا يسموا روحهم ثوره بوليتاريا. ده كلام ده كله عايشين في صيغه سياسيه واحده. شوف السودان ده سي يعني ما محظوظ كيف. طيب البرهان فرج عن روحه ازمه الضغط العسكري في 25 اكتوبر ودى ديل المعتقل. الان البرهان حس انه والله يا اخي طالما هو نزل ديل من ظهره يواصل القصه دي، لكن هو غير ما يشعر اعاد ملء الكوب بالاسم من جديد، اللي هو الفراغ الحاصل ده، البهتان الحاصل في جسم الدوله ده. يا اخي معقول انت رئيس مجلس السياده وعندك زول اسمه نائب اسمه حميدتي ينظم في كل شيء، ينظم في المينا والضرائب والتهريب، تحصل كارثه بتحصل في النيل الازرق دي، واحد فيكم ينظم ما في؟ واحد فيكم يتكلم ما في؟ تراق الدماء بالصوره ما حصلت في تاريخ السودان بالصوره العجيبه دي، ودماء تراق بين مكونات اهليه مواطنين ومواطنين اثنياته. انت رجعت السودان خلال الثلاث سنوات دي رجعته لعصور سحيقه، رجعته الى ما قبل الدوله السناريه. الدولة السنارية كان فيها كيانات متطورة عن جسم القبيلة. الدولة المهدية جات وسعت هذا الاحتواء، وسعت إطار هذا الاحتواء إلى أن استقامت الدولة السودانية. نعم. الآن نحن ناجي كنا بنسمع نقول الهوس عندهم حشد ضد الفنج، والفنج عندهم والنوب عندهم حشد ضد المسيرية، والمسيرية عندهم. دي المناطق كانت تمثل أسهى صور الالتحام الإثني السوداني. مناطق ودي قبائل كانت من ألطف القبائل، ما معروف عنها قبائل النوبة وقبائل الهوسة. سمعت بهم قبل كده نازل في دم شكل ساكدة في شارع تشاكلو ده، لكن نتاج لغياب الدولة شكله وملمح الدولة المركزية. أسي الناس دارين يجي يقولوا والله الحكم المدني، هو في دولة أسي الآن يبقى حكم مدني حكم ما مدني؟ وين هي الدولة ذاتها؟ الدولة ما قادرة تبكي، ما قادر تبكي على الدم البيوراق في النيل الازرق ده، وما قادر تبكي على الدم البيوراق في لقاوة ده. ده يجي يقول لي مدنيه، انت كان يجيبه بعدك شلخه، بعدك جيبك وقفها قدام الناس، بعدك اعمل لها شلوخ ولا اعمل لها وش. وين نعم. الدوله ذاتها سي الان؟ وين نعم. الدوله؟ وين نعم. الاحزاب السياسيه ناجي؟ نعم. الاحزاب وين ناسي في المشهد الحزاين الجنايز السوداني ده؟ وين الاحزاب السودانيه؟ والله العظيم انا قاعد في جروبات رؤساء الاحزاب، والله تبكي. اول شيء واحد يكتب له يقعد 3 ساعات عشان يكتب له 6 اسطر، الست اسطر فين 20 غلط املائي، وده زول قيادي، وهذا كان قبل كده رئيس حزب. لا في ازمه حاصله الان طالعين يوزعوا في البيقهم ذاته النشطة، يقول لك الليله المواكب، وهي المواكب عملت شنو لها 3 سنوات؟ اسست شنو؟ ياتوا ارضيه سياسيه اسست قصه المواكب دي. يا اخي نحن عايشين في غيبوبه، في جهه ما نومت قطاعة الشعب السوداني دي التنويم مغناطيسي. هسي الناس بيفتكروا شغل الليلة ده وشاكلين فيه، نحن مرقنا وانتوا ما مرقتوا، ونحن كتار وانتوا شوية، ونحن بعد بكرة بنوريكم. هو انه الارضية ذات اللي تورينا فيها ونحن نوريك فيها. طيب نحن ماشيين في يعني الدولة السودانية في يعني بتتعرض لأسوأ أزماتها. ما المسألة دي يعني ان شاء الله ربنا ما يقدر كده ويقدر الخير ان شاء الله، لكن احنا ماشيين لسيناريوهات سيئه. طيب خلينا يعني نمضي الى ما قاله البرهان في صبيحه 25 من اكتوبر. يعني البرهان بصفته في ذلك الوقت القائد العام للقوات المسلحه كان لديه مؤتمر صحفي تحدث فيه عن التبريرات التي من اجلها كانت قرارات 25 من اكتوبر، وقطع بعض الوعود. من ضمن هذه الوعود هي استكمال هياكل السلطة العدلية من المحكمة الدستورية ونحو ذلك. دعنا نشاهد ما هي هذه الوعود. السودان كان فيه مشاكل لم تجد أي استجابة أو أي اهتمام من قبل السياسيين. نحن كلنا ما شفنا أي عمل سياسي ولا شفنا مجموعة سياسية مشت لأي إقليم أو أي ولاية وجلست مع الناس هنا وتفاخرت معهم وتحاورت معهم في مشاكلهم في اختيار مرشحين للمجلس التنفيذي، في اختيار مرشحين للولاة، ما شفنا الكلام ده. كل الأمور كانت تدار من هنا من الخرطوم. في بقية السودان كان ما عنده أي مشاركة في أي قرارات تتخذ، كل الأمور تدار من العاصمة من هنا، تدير أحزاب معينة، أحزاب محددة. نحن كلنا نؤمن بأن هذه الأحزاب التي كانت تعمل لأجل مصلحتها الشخصية وليست لديها أي مصلحة في بقية السودان. نحن الكلام اللي عملناه ده ما نحن ما دارنا نقول نحن والله
احنا برانا بنقدر نبني السودان، احنا برانا لن نستطيع ان نبني هذا السودان ولن نستطيع ان نكمل الفتره الانتقاليه لوحدنا. نحن حتى اليوم نفتكر ان المشاركه الشعبيه والمشاركه الوطنيه في بناء السودان هم كل السودانيين. حتى نحن الان انا ما داير اشرح انه الخطاب طلع في وشنو كلكم سمعتوه، لكن انا اؤكد تماما اننا مصممين، نحن الكلام اللي قلناه في هذا الخطاب سيتم تنفيذه حسب ما ورد من جداره. نحن الان اليوم او غدا ستستكمل هياكل العداله، المحكمه الدستوريه، مجلس القضاء العالي، ومجلس النيابه. ده كانوا وقفات لانه كان في نزاع في المرشحين. رئيس القضاء منو يجي؟ كل زول داير يجيب زول حقه. في رئيس قضاء بيعملوا له معاينه، انت زول داير تجيبه تعمل رئيس قضاء ممكن تجيبه تقعد تسمع وتستجوبه، تقول يا اخي انت ما معناه انت داير تفرض عليه رؤيتك ولا داير تستميل ولا داير توريه وانا جبتك. في نائب عم بيجيب الاجهزه العدليه لا تدار بمثل هذه الصوره. كنا شفنا القضاه يهددوا يفصلوا وتنزع منهم حتى الشرعيه حقت انهم يمارسوا عملهم وعدالتهم. لذلك نحن حريصين بانه هذه الامور او هذه الاجهزه العدليه يجب ان تنأى كاملا من الممارسه السياسيه. اجهزه مستقله في العالم كله، الاجهزه دي مستقله ونحن نحرص على انها تظل مستقله. سنستكمل هذه الهياكل في غضون هذا الاسبوع، بالكثير يمكن نهايه الشهر نحن التزمنا بانه يقوم مجلس القضاء العالي، يقوم مجلس النيابه، تشكل المحكمة الدستورية بواسطة القانون، ما في زول بيشكلها ولا في زول بيتدخل فيها كما ورد في قوانين هذه المؤسسات. طيب يعني هذه هي التبريرات التي قالها الفريق البرهان بأنه يعني أحزاب معينة سيطرت على المشهد السياسي كما سمعت يعني، وما شفنا شغالة إلا في مصلحتها الشخصية، وتحدث عن هياكل الزمنية الغريبة قال أسبوع أو ثاني استدرك روحه قال يعني خلال هذا الشهر. البعض يقول لك الرجل مراقب ومتابع وحاسس بالأزمة التي تحدث في البلاد ويعلم كيف يمكن معالجة هذه الأزمة، ما الذي يمنعه؟ اللي بيمنعه شنو؟ إنه يمشي في هذه الخطوات والجداول الزمنية التي وعد يعني بناه، يعني هو اللي وعد الشعب السوداني بها يعني. لأنه للأسف الشديد بيتحرك بالميكانيزم بتاع أزمته هو استشعار، يعني بفتكر بيتعامل مع الأزمة لما تكون في محيطه عليه ضغط من ناس بكراوي مشروع انقلاب يمشي يوعد ناس بيحل الأزمة، عليه ضغط من المجلس المركزي وناس التنابلة ديل بتاع الحرية وتغيير طوال يوم 21 أكتوبر يقولون إن هنجيك في الغصر وهنطلعك وكده يحل مشكلته، بدل هم يجوا الغصر يطلعوا يشيلوا يدخلهم المعتقل يفتكر كده هو حل مشاكل البلد، هو يكون حل مشكلته. والبرهان إلى الآن شغال بحل في مشاكله، هو مشاكله يعني ناس البرهان لما يمس في حاجة بيكون شرس جدا في الدفاع عن يعني قرارات 25 أكتوبر دي، لانها هددت وجود جوا القوات المسلحه. الكلام ده والله لا من للاسف الشديد بقول يعني هزت مركزه جوا القوات المسلحه مش استرضاهم. الخطاب بتاع ابراهيم الشيخ في 21 اكتوبر في انه نحن جايين القصر وحنطلع البرهان والجيش الدين زولتان، البرهان مشى في قرار 25 اكتوبر. فللاسف الشديد السودان كله مختطف لحل المشاكل الشخصيه، يعني حل المشاكل بتاعت المحيط الخاص. هو انت 25 اكتوبر البرهان حدد موعد للانتخابات، وانت طلعت المجموعه السياسيه اللي كانت موجوده معاك دي وعملت حاجات، قلت حاجات وكذبه المنبر بلقاء مشهوره، كذبه المنبر بلقاء مشهوره، والمنابر الان بتؤرشف اي كلام بيتقال فيها بيؤرشف وبيحفظ وبيستعاد وبتستعيد الذاكره. يعني الان الوضع ده ما بتقدر تحمل مسؤوليته لغير البرهان، ما بتقدر يعني خلاص انت حددت شخصت المشكله، طلعت انت طبيب قلت والله المشكله 1 2 3 نفس سؤالك ده، انت ليه ما عالجت الوضع ده؟ الوضع ده هو علاجه شنو؟ علاجه انك انت ترجع للشعب يجيب سلطه تمثله، بيسموها سلطه الشعب، بيسموها في المصطلحات السياسيه السلطه المدنيه، ما زي الكلام الفارغ اللي بكركبيل الزلنطحيه دي. طيب انت الان ده كله ما عملته يا اخي، اطلع لشعب السودان قول انا دار احكم، انا زي ما البشير حكم 30 سنه دار احكم 30 سنه، لكن انا مش عارف البشير حكم بكم بشنو عشان تجي تحكم 30 سنه، انت مشروعك السياسي شنو؟ انا لسه بسالك، انت مشروع البرهان مشروعه السياسي شنو؟ اذا افترضنا انه هو دار يحكم، هو مشروعه دار يحكم بشنو؟ انت تمشي كاوده الحين يقول لك غير لي الجمعه للاربع، تجي توقع معاه ورقه وتجي راجع، تمشي اسرائيل تضم البلد دي كلها بجغرافيتها وبكبريائها كلها للقطيع بتاع التطبيع ده،
مع أن السودان محفي من 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 احتياجات المواجهة. تمشي ده مشروعك السياسي شنو؟ مشروع تاني تمشي تسلم أمر البلد للآلية الرباعية. الناس يسألوك أنت يا أخي رأس البلد الآن، الآلية الرباعية دي شنو؟ دي شنو الآلية الرباعية دي؟ اتشكلت وين؟ يعني صورتها مقطوعة وين الآلية؟ عشان نمشي نعرفها هي منو الوليدة، منو الآلية الرباعية دي؟ تجيب لنا يا أخي أشباح وتجيب لنا حالة وهمية عشان تحل مشكلة البلد، وقايمين وقاعدين الآلية الرباعية، وتحت نظرك يا أخي السفرة يقولوا نحن بنؤيد الدستور الفلاني، وتحت نظرك الكلام ده سفرة ما عندهم حق انهم يختاروا وزراء خارجيتهم في بلدانهم، ما عندهم حق انهم يصرحوا ضد وزراء خارجيتهم، داري يحددوا للبلد دي، وانت قاعد رئيس مجلس السيادة وخدت الكاب العسكري، الكلام ده ما بنقدر نحن نحمل مسؤوليته لغير البرهان. الأزمة دي من الليلة وليه قدام، بل من 25 أكتوبر ما انت بقيت المسؤول. ناخذ انا لغو الحريه والتغيير ده براو في ميدان براو، لكن انت الان على راس المسؤوليه، ونحن شايفين البلد دي ما بنقدر نقول لك اللي بتعمل فيه ده غلط، اللي بتعمل فيه ده غلط، واللي بتعمل فيه ده مسؤوليه كبيره جدا جدا. ويا اخي البلد دي ما جو رجال حكموها قبالك. طيب. التاريخ ده سجل لهم وسجل عليهم. طيب. لكن ما سجل على زول من الناس اللي حكموا البلد دي انها انزلقت وانحدرت بالمستوى ده. طيب المنع شنو؟ انه يكبل هياكل السلطه القضائيه العاديه، ما مستوعب الازمه. يعني الرجل قال لك اسبوع، تالي قال لك والله ان شاء الله لحد اخر الشهر. هو لو اصلا مستوعب الازمه اصلا ما كان مشى في الشارع ده. ما انت لما تمشي في شارع من الكيلو واحد لحد ما تحصل الكيلو 500 وانت ماشي غلط، تالي بعدين انت ما حتقول له والله ال 500 واحد دي غلط، ما هو كله غلط. ما انت من بدات شارعك ده، انت من 12 اكتوبر، من 12 ابريل غلط. طيب. من فكرت انك انت تحل مشكلتك وتتكل ظهرك على حلف فارغ ساكت؟ حلف وانت عارفه هاش، وانت عارفه حلف فارغ وفرطوك ساكت، عارفه دي روكا ساكت، ما عندهم مشروع سياسي. البدايه من 12، من يوم رضيت تقعد في المقعد ده وتنقل السلطه ليك وتسمي روحك المجلس العسكري وتقعد مع من الخطا من هنا. اذا عندك حلين دارت صحيح الخطا ده، تقول يا اخوانا والله الكلام ده كله الفات ده كله اخطاء، انا دار صحيحه بالاتي: 6 شهور انتخابات، زي ما قال عبد الله حمدوك للشعب السوداني، وطبعا ده خطاب ما في محله انه انا ارد اليكم امانتكم، ما في زول اداك امانه. في مجموعه بتاعت احزاب فارغه اتغشت فيك، جابتك امانتك رئيس وزراء، رجع لهم امرتهم. طيب الحديث الان البرهان يمشي يقول زي حمدوك ده، يقول للناس والله امانتكم الان شلتها وصديت ليها ما قدرت عليها، والا يقول يا اخوانا هو انا دار احكم، دايرني ولا ما دايرني، انا بكره بحكم. عشان نعرف، عشان الشعب مش كل مره تغشه تقول له بعد سنه في انتخابات، تيجي تعمل لك ثاني مشاكل، تقول له بعد سنتين في انتخابات، تمشي ديك تديهم قروش تقول له نعمل مؤتمر قولوا دايرين انتخابات. نحن بنفهم، بنعرف نحن، يعني هو جزء من انا اقول لك حاجه، جزء من حراك الليله ده البرهان مستفيد منه ومموله. اها بحراك 25 حراك الليله ده البرهان مستفيد منه ومموله، لانه بيربك الساحه السياسيه، لانه هو مضغوط من الآلية الرباعيه، تسويه ما تسويه ده يقول ده الشارع قال ما داير تسويه، ويقعد هو الناس الزلنطيحيه الفرحانين ديل. ما هو اطلع اقول الشارع سوداء احكم بشير ما جه دق المزيكا يوم 30 يونيو 89 وحكم، الناس عارفين وراه خليه الجبهه الاسلاميه، وراه الاسلاميين، وراه المؤتمر الوطني فيما بعد، وحكم. تعال انت مطبخك السياسي منه؟ كان يوريك انت مطبخ بيفكر لك منه؟ انت بتناقش القرارات مع منه؟ نحن عشان ما كمان الناس كلها يمسكوا النقد على ديل اصلا، ديل ناس قريت راحت قصتهم انتهت. الجبهه ده خلاص زعيطوا معي الضل، انا في زول قال لي زعيطوا معي الضل منه، بعد شويه يحكي لك زعيطوا معي ما بتقول بننبذه، ما بننبذه، هي حاجه واقعيه يعني. طيب ده ما بنقدر نحمل المسؤوليه لناس ابراهيم الشيخ ثاني، ديل برا القصه، ده زول بمشاكله، بنحملك المسؤوليه انت الان. انت في ناس طلعوا خارجه تمشي تجيبهم؟ تقول والله يا اخي في الخطاب وفي في حجر العسل في مجموعه سياسيه قدمت تنازلات، ونحن المكون العسكري قدمنا، انت قدمت تنازلات باسم منه؟ انا بس في قناه الجزيره قلت البرهان ما عنده حق يفوض سلطاته دي ولا ينقل ولا يجيب له مجموعه باسم الوفاق الوطني يسلم السلطه، لا بالآلية الثلاثية، لا بالآلية الرباعية، لا بآلية 44. طيب ما في سبب بخليك تنقل سلطتك تحت الوفاق، تحت ما بعد دستور المحامين، دستور الدباغين، دستور السمكرجية، ما في سبب بخليك تنقل السلطة دي لزول، ولا فزول بيسمح لك تاني قصة الهوشة بتاعت الثورة والثورة والخط ده انتهى، ما في ده.
ما في زول، ما في حاجة اسمها تاني، ما في ميكانيزم اسمه الثورة تاني، ما في. الجنين اللي اسمه الثورة ده ما بنقدر ننسبه لياطو بطن، بطن الحزب الشيوعي ولا بطن حزب الأمة ولا بطن المؤتمر السوداني، دي الصراحة. الآن أي زول يستعرض عضلاته السياسية. طيب البعض يتحدث ان بدايه هذا التراجع، على زي انت يعني انت قلت حتى ما حبر على ورق، يعني هذا التراجع بدا حينما يعني مضى الرجل في ان يعيد ويعني يعيد عبد الله حمدوك مره اخرى الى الواجهه السياسيه ويجعله رئيس للوزراء. هذه الكلمه قالها في تلك المناسبه التي يعني في الطرابيزه المشهوره، الحميدتي والبرهان و حمدوك، في هذه المنطقة هذه هي تصريحات الرجل في ذلك اليوم. دعنا نشاهد ماذا قال. احنا نشكر الجهد السوداني الخالص الذي قدمه كل أبنانا، كل إخواننا وكل أعمامنا، فأنا نظل متوافقين، نظل متحدين مهما حدث بيننا من خلاف. تعودنا دائما أن نحن كسودانيين نحل مشاكلنا برانا، وهذا الحل وهذا الجهد قاموا به إخوة أعزاء ظلوا على سهر وعلى تواصل منذ فترة طويلة، ليست بالجديدة، ليس بعد يوم 25، لكن من قبل يوم 25 نحن لنا شهور كنا ندور في فلك، كان بعض إخوتنا يزعون بيننا للتقارب وللتواصل، ومن بين الذين كانوا يزعون لهذا التواصل الأخ الدكتور عبد الله حمدوك سعى بكل جهد وبكل جيد وبإخلاص أن نصل إلى توافق، ولكن لم نتمكن من الوصول إلى ذلك. هذا الانسداد كما تلي في الوثيقة حتم علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر في ما تم وما سيتم في المستقبل. حقيقة أنا بشكر الدكتور عبد الله حمدوك شكر خاص أنه هو ظل دائما في محل ثقتنا وظل دائما في محل تقديرنا واحترامنا. نعلم حجم التضحيات وحجم التنازلات التي قدمت من كل الأطراف حتى أننا نحقن دماء أبناء الشعب السوداني وحتى طيب يعني هذه عين أخرى من تصريحات الرجل خلال مدة بسيطة جدا، يعني ربما لا تتجاوز الكم 60 يوم أو الكم 20 يوم. البعض كان يتحدث وهو أيضا شكر السيد عبد الرحيم دقلو إنه هو الذي ساهم في هذا الأمر، وهو الذي يعني جمع أو أعاد أو حنس زي ما يقول البعض رئيس الوزراء بأن يعود لقيادة الحكومة المدنية. هل فعلا كان هذا بداية التراجع عن قرارات 25 من أكتوبر؟ تعرف يا ناجي، يعني أسأل عندي إحساس نحن قاعدين بنحلل في حالة غش كبيرة جدا، كلنا عارف إنها غش. عبد الرحيم دقل شكر لعبد الله حمدوك منو ديل؟ هو ذاته يعني أنا هو ده ما تقليل من شأن زول، يعني القصة دي كلها يعني غش في غش في غش. نحن لنا 3 سنة مأسورين للحالة بتاعت الخديعة الكبيرة دي، ثورة يا أخي ما عارفين نحن البلد دي النقل فيها النظام السياسي من الانغاز للوضع الحالي ده منه، ويقول دي ثوره. في ثوره اخر تجي ترفع سعر الرغيف من 50 قرش ل 50 جنيه ودي اسمها ثوره؟ ولا دي حاله بتاعت طيش حصلت في البلد. فجاه كده نشكر عبد الرحيم دقلو ونشكر الدكتور عبد الله حمدوك الذي يا عملوا شنو ده يا اخي؟ معقول نقعد نحن نقعد لنا في قناه زي دي وفي نسمع في كلام فارغ زي مع الاعتذار يعني؟ ودين عملوا شنو للبلد؟ هسه قلت لك انا في زول قال لي تزعيطه معضل منه لفائده المشاهدين، ده ما هدر يعني. ما هي اصلا هي دي واحده من القصص الشعبيه اللي بيحكوها اللي زي حالنا ده، زعيطه معضل اخوين اثنين ما امتهنوا مهنه الا وخسروا فيها، اشتغلوا رعاه ما نجحوا، اشتغلوا مزارعين ما نجحوا، اشتغلوا عمال يوميه ما نجحوا، اشتغلوا غفره ما نجحوا. فواحد قال يا اخي انا امشي اسهب واشكو حالي للملك، انا مش اشتكي قصتي للملك يعني، علو يجد لي حل يعني. انا منذ ان وعيت انا فاشل يعني. فمشى للملك، الملك عجبته شكله كده وقال لي خدت بس اقف في بابي ده، ثاني ما عندك حاجه بس خليك واقف احدث هذا الباب. بعد اسبوع الملك ما عنده وريث، فقال له اخي تزوج ابنتي، فزوجوا من ابنته. بعد شهر الملك مات،
ورث ال ورث ال انت عارف في ناس بيصعدوا للقصه دي كده، عبد الله حمدوك، عبد الرحيم دقلو، اشكر عبد الرحيم كده، ما هو زي القصص دي، الحريه والتغيير، فلان الفلاني قال، ومؤتمر صحفي لصديق الصادق، وكلهم هم ده صعدوا معي عبد الله. بقى فجأة الملك، الملك مات، بقى الملك مشى نادى اخو الفاشل الثاني ده، قال له انا عينتك نائب الملك وعينتك رئيس وزراء، فاخو ده شويه كده صادق اكثر منه بكى، فقال لي ما الذي يبكيك؟ يعني لقد اصبحت انا ملكا وانت نائبي. قال لي لا على حالي ولا على حالك ابكي، انما انا ابكي على هذا الشعب الذي نحكمه انا وانت. فدي قصتنا نحن، نحن لنا 3 سنة نشكر فلان، والحرية والتغيير عملت الآن خلاصة شنو؟ البلد وين؟ الوطن وين؟ البلد ذاته ملامح وين؟ البلد ده الماخذ ماسك قراراته منه؟ البنت البرهان ده مطبخه سياسي منه؟ يقعد لك ولد يا أخي يقول لك يا أخي نحن بنباري سفارة سفارة عشان نحل مشكلتنا مع العساكر؟ وده العجب، هو دي بلد ولا دي جمعية تعاونية؟ من نحن دار نسأل المشروع السياسي ده كله من 2019 إلى الآن وين النتائج؟ وين الرموز السياسية؟ وين الرموز السياسية؟ المشهد ده كله ما هو مشكلة الجماعة دي، مشكلة البرهان إنه والده حلم إنه هو يبقى رئيس جمهورية، ونحن ندفع ثمن الحلم ده يعني للأسف الشديد. وبقيت الزلنطحية دي زعيطهم عيط دي إنه ما أسسوا له مشروع 30 سنة مشروعهم السياسي ونقد الإنغاز، لما جو بيبقوا حكام يعرفوا يحكموا كيف. واحد فيهم قاعد في الاستوديو قال نحن زدنا إنتاجية الكهرباء، الكهرباء قطع، هو قاعد في الاستوديو الكهرباء قطع، هو قاعد في الاستوديو اللي بيتكلم فيه ده، هو ذاته الاستوديو ذاته قطعت في الكهرباء. ده ما حصل في تاريخ السودان، ما حصل منذ ان كان السودان ممالك ومنذ ان كان السودان دويلات، ما حصل البؤس ده ما حصل. يعني انا ناسي داير زول، انا تعبت من ارهقت ذهنيا وارهقت نفسيا، داير زول يجي يقول لي يا اخي السودان ده الان ملامحه كده، يقول لي ملامحه كده الان ماشي على الحته الفلانيه، يورينا الناس الرجال اللي بيشكر فيهم اسي برهان ده، يجي يقول لي والله السودان ده، واحد فيهم يقول لي والله السودان ده ماشي شمال اطمئن ماشي احنا ماشيين شرق، واحد يجي يقول لي والله السودان ده ماشي سافل، احنا ماشيين على وين الان؟ بعد قرارات 25 اكتوبر ومرور عام بعد قرارات 25 اكتوبر والتسويه السياسيه ودستور، دي حاله غش، احنا في حاله بتاعت غش. نحن حريصين ننقل المشهد السياسي اللي انت بتسميه عبث ده، ننقله كده زي ما كتب اسحاق فضل الله زمان لما الثوره في يعني بدات في سوريا، قال انه الدابي مشى نقل ليون العروسه الدمشقيه، وهي يعني في التفاصيل بتاعت المقال المعروف ربما لكثير من المشاهدين. نحن نريد ان ننقل هذه الحقيقه مجرده حتى يعي الناس، يعني الناس يعرفوا يخطوا كل عينهم دي وين، يعني الناس الان البلد ينزلونا في الواطب اذكر عينهم من عارف الخطه، الناس المختطفين المشهد كله الان. البرهان انت عارف الان انا مرات بشبهه يعني زي ساقي الشاي، يعني بيستخدم القوة السياسية دي زي شاي ليبتون، الشاي اللي بيعملوه بتاع التي باكس ده، نعم. يجيب الجماعة بتاع الناس جعفر حسن دير وابراهيم الشيخ يدخلهم كده ثانيتين ثلاثة يشيلهم يجوعهم يشرب قصته دي ويمشي وقته، بعد شوية يجيب التيارات الثانية دي يدخلهم ويصوتهم كده بسكر بلا سكر يشربون وما، وطبعا مستفيد هو سكر روحه انه مستفيد، يستفيد من الناس دي يشيل عصارتهم، واذا عندهم عصار يعني الناس ما عندهم عصار ده بيدخلهم سكر بيمرقهم يعني ويجدعهم، وهو طبعا قاعد ما هو زول بيشرب في شاي يعني. البرهان الان ما رئيس دوله لانه هو خارج استيعاب يعني شنو رئيس دوله، والله الكلام ده انا اقوله وانا دي قناعتي، وانا ما بقعد في كرسي اقول فيه كلام غير قناعتي. طيب دي قناعتي الان انه البرهان ما مستوعب ما يحدث في البلد، ما مستوعب ما يحدث في يا اخي يجيك عبد العزيز الحلو يقتحم لك المخازن بتاعت الفرقه في الدمازين وانت قاعد، اللهم فيك اسرع عبد الرحيم محمد، انت عارف الفرق بين الناس، عارف الفرق بين قائد عسكري وبين قائد عسكري ثاني. طيب انت تحدثت عن هذا المسرح العبسي، يعني البرهان في 4 يوليو اتخذ قرار بان تخرج المؤسسه العسكريه خارج التفاوض الذي يجري بين ما سمي بالمدنيين والذي ترعاه الاليه الثلاثيه برئاسه فولكر. دعنا نشاهد ما هي تفاصيل هذا الحديث الذي تحدثه في ذلك اليوم. صفتي رئيسا لمجلس السيادة وقائدا عاما للقوات المسلحة فقد تقرر الآتي: أولا عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا والتي تسهلها الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى
من الجلوس وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستغلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية، وعليه آمل أن تنخرط هذه القوى في حوار فوري وجاد يعيد وحدة الشعب السوداني ويمكن من إبعاد شبح المهددات الوجودية للدولة ويعيد الجميع إلى مسار التحول والانتقال الديمقراطي. وأكد هنا أن القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول لحكم البلاد، وأنها ستلتزم بتنفيذ مخرجات هذا الحوار. ثانيا، بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بهما من مسؤوليات. تستكمل مهام هذا المجلس بالاتفاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها. ثالثا، حتى نسهم جميعا في وصول الحوار إلى غاياته، أدعو مكونات الشعب المختلفة وخاصة الشباب إلى التمسك بالسلمية. حق التعبير عن الرأي مكفول للجميع، فما قدمتموه من تضحيات محل تقدير وتحقيق آمالكم وطموحاتكم في الانتقال الديمقراطي لن تقي قواتكم المسلحة في طريقه. البرهان بيقول إن القوات المسلحة ما حتجي في طريق الأحلام الشعب السوداني، وأنها ما حتكون مطية تاني لأي جهة سياسية تمتطيها يعني، وكأنما أقر بأنه كانت ربما تكون كانت مطية في السنتين الماضيتين يعني، في التي كانت يعني جزء من قوى الحرية والتغيير. وفي هذا الخطاب الرجل لم يشر إلى تلك القرارات التي اتخذها في 25 أكتوبر، ولم يلمح لكل تلك القرارات بما في ذلك الوعود التي قضعها ثاني يوم بأنه يعني إحنا هنكون أجهزة القضاء كلها ونحوز عليك. هل ده هنا كان بداية تمييع المشهد السياسي؟ يعني الرجل كان يريد أن يميع المشهد السياسي؟ هو طبعا أنا ما هو بس أنا الفكرة اللي شرحتها عليك دي، هو كل ما تجي أزمة بيحلها في كوبات الشاي قدامه دي بيتجاوزها للأسف الشديد. دي طريقته ودي تكتيكه يعني. هو 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 من استلم القصة دي فهمه ويشتغل إطفاء حرائق. الناس يقول الحرية والتغيير دي قدام الميدان القيادة العامة يكوركو يجيبهم يطفي بهم يفكفهم البداية بتاعت إطفاء النار دي يبردهم يمشي يوقع معاهم وثيقة دستورية يمشوا الحفلة بعد شوية يسوقون يطلعهم برا يشيلوا ملف العلاقات الخارجية ويدي حمدتي ملف الاقتصاد وملف السلام وكده ويكشهم برا. ظهرت له مشكلة ثانية بتاعت ناس بكرة يمشي يعمل إطفاء نار في المدرعات. ظهرت له مشكلة ثانية فيمشي وشغال إطفاء حرائق. لكن هي المشكلة وين؟ الحرائق ما تحكي الحرائق بس يا البرهان. الحرائق ما تدعم ما الحرية والتغيير. الحرائق ما تدمر القوات المسلحة. الحرائق إنه ما في نمط بتاع دولة. ما نحن الآن نحن على الأقل عشان نقبل على الأقل عشان على الأقل عشان نسكت منك حسسنا إنه في نمط بتاع دولة، حسسنا إنه في دولة عندها مطبخ سياسي بتنتج قرار سياسي بتنتج رؤية سياسية. بعدك نجي نقول والله يا البرهان الرؤية السياسية اللي انتوا انتجتوها في اليوم الفلاني نحن معاه في 1 2 3 4 ونحن ضدها في 1 2 3 4. لكن الآن أي مواطن سوداني عنده إحساس إنه ما في نواة سياسية ممكن تبذر في الأرض الحالية دي عشان تنتج ثمرة سياسية. الناس ما عارفة بكرة بيحصل شنو ولا عارفة الليلة بيحصل شنو ولا يعني ناسي. فجأة كده الناس يتكلموا لك عن التسوية السياسية، فجأة البرهان يقول لك نحن والله دار نسلم رؤيتنا للآلية الثلاثية. يا البرهان زي ما انت قلت اسي انت ما قلت برا القصص بتاعت الكلام ده ما 4 يوليو قبل الميلاد ولا القرن الفات. الكلام ده اسي 4 يوليو الفات ده يونيو الفات ده انت قلت انا ما عندنا تتوافق وتجوني. لكن هو ده كله احتيال. وانا في الطاوله دي قلت لك البرهان ده بيشتت في الكره للمصاطب. ما دار الجيم ده يتم جيم الفتره الانتقاليه ده البرهان ما داري ويتم داري لي زي زيكم محل اعتزال البرهان يشيل القصة دي يبرق بها يجوها كده في المصاطب يجوها كده الناس يلعبوا بها برا أصله ما تجي الميدان وكل ما تجي الميدان يشتتها. وده تكتيكه للأسف الشديد. نحن الكلام ده في ناس ما بيقبلوا يقول لك يا أخي ده رمزر. نحن عارفين ده رمزر القوات المسلحة لكن بعد شوية حتى القوات المسلحة ما بتقدر تستحمل الأثقال دي. حتى القوات المسلحة للأسف الشديد أثقال الفشل ده ما بتقدر تستحمله. ودي المؤسسة الفاضلة لنا. عشان كده أحسن نقول للبرهان الكلام الحار ده أحسن يسمعه مننا الليلة قبل ما بكرة لا يقدر يسمع لا يقدر يشوف. أحسن يسمعه الليلة
قبل ما بكره لا يسمع، ما يكون عنده قدره انه يسمع ولا يكون عنده قدره انه يشوف. يعني انت يا البرهان ممكن تجيب لك صيغه سياسيه تحتشد بالتناقضات دي، تجيب لك زول تسميه سلام جوبا، تدخله القصر الجمهوري مستشار، تدخله مجلس الوزراء مستشار لحمدوك ياسر عرمان عشان يشغل ينفذ برنامج لوكا بيوم بتاع تفكيك الجيش السوداني الجايه من الاداره الامريكيه، وانت تكون قاعد بتقول دي صيغه سياسيه ونحن كسياسيين قاعدين في نقبل لها؟ ما بنقبله يا اخي. واشتغلنا بيدينا وكرهنا حكومه حمدوك دي تتفرتك وتفرتكت، لكن انت ليه ثاني بترجع للصيغه بتاعت المغامره دي؟ ما انت ما قاعد في طاوله بتاعت كشتينا، يعني الخساره والربح فيها حدود الترابيزه دي، حدود الربح والخساره اللي بيعمل فيه البرهان ده ما له اصل الجمهوري، حدود الربح والخساره ما شايفين ناس، ما شايفين ناس في الدوله اللي بيحصل في الدمازين في دوله اسي، ما في دوله. يقول لك الرباعيه، يعني كده البرهان ده يطلع للشعب السوداني ده يقول لهم الرباعيه دي شنو؟ ولدوها بتين والقبل اللي ولدتها منو؟ هي منو ذات الاليه الرباعيه دي يعني؟ احنا مشينا ورا ابلمبا، تعرف ابلمبا انت؟ بتاع الصحراء ده، ايوه نور كده، الناس بيكونوا شايفين فجاه كده بينقطع، الامه كلها تمشي ورا فجاه ما يلقوا. منو الاليه الرباعيه اللي دارت تعمل دستور للبلد؟ ابلمبا دي الاليه الرباعيه ولا البرهان؟ دي الاليه الرباعيه، والبرهان سايقنا في القصه دي، نحن هسه نحلل الاليه الرباعيه وكتبنا خطاب للاليه، منو الاليه الرباعيه؟ وطبعا البرهان هو سايق روحه عارف وبيعمل في شنو، لكن الشعب السوداني ذنبه شنو؟ العمليه السياسيه ذنبها شنو؟ ما انت قد تكسب، قد تكسب انت لحد الليله قادر تقعد من 2019 استفدت من الظلنطحيه ديل وزعيط وبعيط ديل قعدتها لحد الليله، وممكن تقعد بكره وبعد بكره، ممكن تدعم مسيره الليله دي الليله ما في تسويه سياسيه، ثاني ناس الجماعه اللي بيجوك نص الليل ديل، ناس الوسخ البرير وصديق الصادق، ناس الفراخ اللاحم ديل، ثاني ما يجوك بيخافوا من المظاهرات دي، انت مستفيد؟ ثاني تقعد تقول لهم والله كلام شرط الشارع ده تعالوا، الراجل فيكم اللي يجي يقول ده تسويه سياسيه. بعد بكره تمشي تدعم التيار الوطني، انتوا ده اطلعوا لكم مظاهرات. اوكي انت بتحل مشكلتك بتكون قاعد في الكرسي، لكن يا اخي الكرسي ده ثبته في ارضيه ثابته راسخه، لانه الكرسي ده هو القائد البلد، ما ده الكرسي بتاع سواق القطر. انت مهمتك ما الكابينه دي بس، ما الكرسي بتاعك ده، انت مهمتك مليون عربيه سايقه الراس بتاع القطر ده بتتفرتك يا البرهان، البلد دي بتتفرتك، البلد دي اصلا ممسكاتها ضعيفه، ممسكاتها هشه. فجأة حيظهر لك في السطح صراع الهوسة والفونج، وفجأة حيظهر لك صراع النوبة ياخ ده معقول؟ وانت قاعد تقول لي الوسخ البرير وصديق والفراخ اللي جو عندهم تسوية سياسية زي نبا الصادق؟ طيب خلينا نشاهد الفيديو الجاي ده، يعني انا ما داير احرق واقول قال فيه شنو البرهان، لكن كده خلينا تشاهد احرق البرهان، انا حافظ كلامه قوله قوله جيبه، تشاهد الفيديو ومن ثم تعود للتعليق. اريد ان اذكر المبعوث الأممي فولكر، نقول له إذا تجاوزت التفويض سنخرج خارج السودان، نحن نقول له بالصوت العالي، نحن نرى تطاوله بالأمس يتحدث ويكذب علنا يكذب، نحن نقول له أنت عندك تفويض محدد، ونحن قلنا لك قبلنا أنه تحاول تقعد في الحوار، لكن أن تكذب وتتولى إمارة أو إدارة الشعب السوداني بنطردك، بنطرد والله نطرد بالباب بالشارع هنا ده. نحن بنأكد للشعب السوداني أنه ما طالما الكلية الحربية دي موجودة وطالما كل سنة بتخرج لها رجال زي ديل، نحن ثاني ما بنخاف ولا في حاجة بترجعنا لورا. برهان في يعني وراكم انه عنده قدره انه يمشي للهارد سكيلز دي، يعني بيقدر يمشي في النوع ده من المهارات، لكن يعني بعد التصريح ده ببسيط جدا تراجع الرجل عن كل هذا الكلام، يعني على الرغم من هذه الزغاريد سمعناها والتدبيرات. ما ذكرت انا بالمقطع ده مشكله يعني. انا اذكرك ما قبل المقطع وما بعد المقطع، يعني ما قبل المقطع فولكر هبش الكرسي بتاع البرهان، تقريره في الأمم المتحدة هبش مقعد البرهان شخصيا، آخر تقرير قبل ما البرهان يطلع يقول كلامه ده التقرير كان بيمس مقعد البرهان شخصيا، بعديه بعد الخطاب ده فولكر مش هتزر، المشكلة اتحلت. اللي هي مشكلة منه؟ مشكلة البرهان، مشكلته اتحلت، لكن مشكلة البلد اتحلت؟ ما فولكر ده مش خلف كراع وقعد في ما يسمى الخيمة بتاعت ما يسمى بلجنة التزوير بتاعت المحامين
وشال ودستور ما كتبوهن، والناس عارفين الكلام ده، ما كتبوه المحامين، جابوا دستور، جابوا من المنظمات الأوروبية دستور لا بيحترف بدين الدولة، لا بيحترف ببسم الله الرحمن، وما بيحترف بأي شيء، وسي البرهان شغال عليهم، وكذبة المنبر بالقوم مشهورة، فالبرهان بيحل في مشاكله، بيحل في مشاكل، ما بيحل في مشاكل البلد، بيحل في مشاكل الطرابيزة، ما بيحل في مشاكل الجغرافيا، بيحل في مشاكل الطرابيزة اللي هو قاعد فيها. وكل الكلام أنا عارف 500 نفر من الناس اللي حضربوا لي بعد الحلقة. طيب لكن أخير نحن نكون صادقين ونكون واضحين، ونحن أصله ما حصل والله وقفنا في منبر قلنا كلام عشان نرد لنا زول ولا نزعل لنا زول، كلام بنقتنع به نحن، عارفين إنه نحن رضاك رضا زعلك زعلك، لكن ده أنا شايفه الليلة بعد مرور سنة من ما في جهة بتتحمل غرق البلد في هذه المشاكل إلا البرهان. شاء من شاء و ده آخر تصريح قاله البرهان، قاله في المناقل لما زار الناس المتأثرين من تلك الفيضانات والسيول، دعنا نشاهد ماذا قال. احنا بكل للأسف ضيعنا 3 سنين من عمر الشاب السوداني، من عمر الشباب السودانيين، نتجابد ونتشاكس وأهملنا قضايا بلدنا وأهملنا قضايا ناسنا، لأن حقنا نفتح عيوننا كلنا، ننتبه لأهلنا، ننتبه لمشاكلنا، نحلل مشاكلنا. نحن أسياء الترع دي مقفلة لها سنوات طويلة، المصنع السكر بتاع النيل الأبيض فيه مشاكل ما في ذول عالجوا الناس، حتى البنو هنا ده محتاجين يعمل لهم مصارف، يعمل لهم بنية تحتية تسهل عليهم. كلنا نحن ضيعنا زمننا في الدار، يجي منه والما بيجي منه والدخل منه والمرق منه. نحن إن شاء الله نوعد الناس بأنه نقيف معاهم، ما نتخلى عنهم، أشتد بنقدر عليه كله، روحنا كلنا نقيف مع الناس لغاية ما الناس يرجعوا معززين مكرمين. في الفيديو ده يعني أنا شاهدت بعض التعليقات على هذا الفيديو، أحدهم كتب قال يعني البرهان ده منتظر لحد ما نموت يعني حتى نجي يشيل الفاتحة فينا. يعني 25 الآن سنة من قراراتك اللي اتخذتها، سنة مضت وانت لسه بتتكلم عن انه احنا كان قبلك في الخطاب الماضي قلت انه سنتين، يعني احنا ضيعنا سنتين من عمر الشعب، الآن ضيعت 3 سنة يعني ولسه والحبل على القاعدة ولسه. وبعد ذاك هو شوف الأزمات ما مستعصية، يعني ما في مشكلتها مستعصية، يعني أسغوا الحرية والتغيير دي هي براءة، ما قاعدة تتفسخ براءة، يعني دي ما مشكلة. الناس زي البدو جسم كبير مربط كده ساكت بالموية، بعد شوية تفكفكوا وكل ما مر عليهم الزمن لأنه أصلا هم جسم للحكم. يعني تاسي، يعني أسي أنا دارت هو المنع البرهان ده في أنه يمشي في حلول شنو يا أخي؟ أنت خلاص تعال زي ما أنا بقول دائما أنه خدت زادار تحافظ على المقعد ده، حافظ عليه إذا أصلا أنت من استغلال البلد دين، لكن لازم المقعد ده الجهة اللي بتخليك تحافظ عليه يكون حق جهة ما حقك أنت، تكون في جهة تبارك لك القصة دي. لكن حكاية إدارة التكتيكات، تجيب ديل تشرب بهم شاي، تجيب ديل تشرب بهم جبنة، تقول لهم ممشوا كتر خيركم وبارك الله فيكم وأنا مع موضوعكم ده، وبكرة تطلع ما ليه الكلام ده؟ وبعد ذاك يا أخي أنت هسي ما بتسمع كلامه اللي بتقول في ده؟ هسي كنت أسأل الأخ البرهان ده يمشي بيته يجر الكلام ده من يوم 25 أكتوبر ليوم الليلة، يقول لحد أول مسا قال لنا دار سلم الآلية الثلاثية الرؤية بتاعتنا. يا ترى يا البرهان رؤية شنو؟ رؤية 4 يونيو اللي أنت قلت برا الوفاق السياسي وبرا الحوار السياسي، يا ترى؟ فأنا ما دار أقول كلام أسوأ من كذا، ما دار أقول كلام أسوأ من كذا. ولو هي القصة دي البلد دي واقفة في الحد الأدنى بتاع استقرارها، واقفة في الحد الأدنى بتاع عمان، أصلا نتكلم على البرهان، لكن إحنا شايفين بعين اللي بيحصل شنو. نعم. شايفين أنت الليلة في زول قاعد بيجند للدعم السريع بالقبائل، عشان كده أول مسا أولاد النوبة طلعوا قالوا لك والله نحن في صراعنا مع بالعزيز الحلو والمسيرية جرتكزوا، الكلام صح ولا كده؟ هو قال اللي جرتكزوا أولاد المسيرية في الدعم السريع، ما في زول طلعنا في الكلام ده، ما في زول في دولة يعني يعني تقال الخطر ده بعيد. نحن لما نقول والله البلد قاعد تحترق من أطرافها والنار اشتعلت في ثيابها، الكلام ده مو شايفينه الناس. طيب على سيرة حميد، خلينا يعني نشاهد برضو تصريحات من الرجل حول هذه الإجراءات. يعني حنبدأ بآخر تصريح صرحه في النيل الأبيض، تعالوا نشاهد ماذا قال. إحنا الآن ما نتكلم في التغيير السابق، من يوم 25 لغاية الليلة عندنا 11 شهر و22 يوم شكلنا حكومة عملنا شنو؟ ما عملنا أي حاجة. عشان كده أحسن نخوض يدنا مع بعض
وقفين وقفت فيها طاول على الدين بيلموا الناس الموجودين الآن. أنا لو قفت في وشه أي تطاول أي كلام زي أنا لو قفت ما في زول كلنا قاعدة تتفرج ما في لعب. نحن عندنا نحن لازم نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نصلي صلواتنا الخمسة مسلمين ديننا ده ما فوق لعب ولا من هذا البول متكلم فيه ده ما فوق كلام ذات أصلا كلام ما فيه لكن ما يغشونا باسم الدين ما في زول يغشنا باسم الدين يا أخواننا ما في زول يغشنا باسم الدين يا جماعة. الراجل قال ليكم احنا ما عملنا اي حاجة بحسب المدة من قرارة 25 من اكتوبر. وقبله رئيس مجلس الوزراء ايضا تحدث انه ضيعنا عمر الثلاث سنة من عمر الشعب السوداني. قد يسأل سائل يعني هل الحل فعلا في وضع انك تضع يدينك مع الاخر ولا انت اصلا موجود وقاعد والسلطة في يدك وفشلت؟ الافضل يقول لك البعض انك تمضي وتفسح المجال لغيرك زي ما حصل من ابن عوف وحصل من غيره. ما هو شوف المشكلة وين؟ المشكلة انه حميدتي عنده طموح في السلطة وده مشروع طبعا، والبرهان عنده طموح في السلطة وبرضه ده مشروع انه يكون عندك طموح في السلطة، وفلان الفلان عنده طموح في السلطة والواسق البيت ده كله مشروع. لكن المهم انه لازم نتفق على قانون لتنفيذ هذه الطموحات. يعني ميت البلد دي ما بتجابه ده إجابة حميدتي جند بطريقته، وإجابة ده إجابة ده البرهان يناور على الناس كلهم، وإجابة ده الواسق البري يمشي يقعد في كل مائدة التفاوض، وإجابة ده الصديق الصادق يمشي شريك للحاج عطا المنان وفراخ السقا، ودار تجي تبقى في المظاهرات برضو. الكلام ده ما بيجي، ما لازم يكون في معادلة تنظم القصة دي. ما هو ده المشهد البائس كله يعني. وبعدها هو المؤسف في القصة حميدتي يقول لك فشلنا. يعني انت تخيل انت طالب في الفصل يدوك ورقتك جايب صفر من صفر وتطلع في الطاولة تقول انا جبت صفر من صفر، والكلام الطوالح ما تقوله. حكومة حمدوك الأولى طالعة قال جبنا صفر ما عملنا حاجة، الدولار كان كم وبقى كم، وكأنه هو بخاطب في بخاطب وين يعني انت تتكلم مع منه يعني. فيا اخي انا دار اقول لحميدتي وللبرهان الصيغة اللي انتم شغالين بها دي الصيغة قد ترهق خصومكم، لكن أسوأ من إرهاق الخصوم هي بتمهك البلد، هي بترخي ممسكات البلد. الطريقة اللي أي زوج شغال بها في أنه يحقق طموح ده. نعم. عندك طموح في طرق معينة، في طرق معينة تعال أعمل بها القصة دي، لكن أنت الطريقة اللي هم شغالين بها دي ما أنت ما ممكن تبني ذاتك بأنقاض البلد. اللي بيحصل ده الآن أنقاض البلد الآن بتتفكك، وأنت دار تبني ذاتك ودار تبني كرسيك ده على اساس الانقاض بتاعت البلد. ونحن بنقول الكلام ده من باب مساعدتهم، من باب حميدتي ده مواطن سوداني والبرهان مواطن سوداني وفلان الفلتخاني مواطن سوداني، نتفق على كيفيه تحقيق الطموح السياسي لانه مشروع. انا سئلت في قناه الجزيره وقلت اقدر ترجع السلطه؟ وانا ارجع السلطه بكره، احزاب سياسيه عندنا برنامج لكن باليات متفق عليها. نرجع السلطه بكره دي باليات متفق عليها بوفاق وطني. اطرح يا البرهان روحك للاستفتاء وقول يا الشعب السوداني ادوني تفويض، جيب لك لجان محايده انا اسيب اديك حلول، عشان انت الحاله بتاعت السياسه التباك اللي عاملها مع الناس دي نطلع منها يعني. طيب اعمل زي السيسي، ما هي صيغه بتاعت حكم، قول يا اخوانا انا ادوني تفويض. الشعب السوداني ده ضغط تفويض حكم الناس، ما ضغط تفويض شوف تتخرج بيه حميدتي راسي تحوم تولع النيران هنا وتولع وتكورك هنا وتكورك هنا والمصران يقوم عليك. اطرح روحكم للاستفتاء، غير كده ما تحكموا الناس يعني، ما ترهقوا البلد، ما ترهقوا البلد بل تستفيدوا من الاجسام الكرتونيه بتاعت قوى الحريه والتغيير دي. تعالوا اعملوا تسويه، اقعدوا لا ودوهم كوب، ودوهم كوبر جيبوا طلعوهم من كوبر قعدنا نتلاقى في بيت السفير. البلد بترهق. طيب قبل يعني قبل قرارات 25 من اكتوبر احنا شفنا اخر تصريح لحميدتي في الجانب المعني بقرارات 25 من اكتوبر كده، خلينا نشوف ما قبل 25 من اكتوبر كيف كان شكل التصريحات اللي بيصرحها السيد نائب رئيس مجلس السياده محمد حمدان دبلو. معقول زول انت حاميه انت حارسه ويقول لك يا اخي يعني انا خصم رصيدك السياسي جنه العارف اجداده منه؟ احنا خصمنا من رصيد يعني احنا نكره؟ احنا خصمنا من رصيده السياسي؟
والله ما نقعد ما في طرابيزة واحدة ثاني إلا بالوفاق، إلا بالوفاق، إلا بالوفاق. في وفاق نقعد معه ما في مشكلة، من عفى أصلح فاجره على الله، في وفاق. لكن ما في وفاق والله في طرابيزة ثاني ما نقعد. طيب قبل ما ترد على يعني على تصريح الرجل، الرجل قال لك يا أخي نحن والله ما بنقعد مع زول إلا بالوفاق. البعض يقول لك الآن يعني في وفاق، لكن كده خلينا نجمل إجاباتك على الفيديوهين. خلينا نشاهد الفيديو القادم. كتبت على صفحة هوب للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال لم يكن نداء يائس، كنت أعرف إن أبناء الشعب موجودين ومتأكد ومؤمن إيماني بالله بأن أبناء شعبي سيخرجون للدفاع عن بلادهم. كنت على يقين كامل لأنني ابن هذا الشعب، ابن شوارعه وابن حاراته وابن طرقه وابن جامعاته وابن حركته الطلابية. لذلك لم أتخوف عندما سحبت مني الحراسات، أنا محروس بكل هذه المحبة وبكل هذه الروح الرفاقية العالية. نحن نعرف شوارع السودان ونعرف طرقه لأننا عشنا النضال 30 عاما في صفوف هذا الشعب. سندافع عن حكومتنا وسندافع عن شعبنا وسندافع عن التحول الديمقراطي حتى آخر قطرة دم. وإذا حدث أي تهديد للتحول الديمقراطي سنملأ الشوارع بأبناء هذا الشعب. طيب بين هبو بتاع محمد الفكي وبين تاني والله ما نقعد مع زول بتاع حميدتي، إذا أردنا أن نختم هذه الحلقة بعبارات ربما يعني نسطرة للخروج من هذه الأزمة، من هذه الأزمة التي نعيشها الآن، ماذا يمكن أن نقول؟ يعني نقول نحن الآن قاعد نستمع في أرشيف الأكاذيب. ده أرشيف أكاذيب، ذاك الأول أرشيف أكاذيب وده أكذب منه. طبعا ده لما يحتغلوا بقى فيزل هبوا عشان يحميوا فينا، يحتغلوا 5 عساكر كل طلبوا انه يكمل سيجارته وفزل سألوا لفزل. ولما طلع مفزل جقال فكوا دي كلها من قصة بدأت تسورة وتسقط، دي كلها أكاذيب. إلى اليوم، إلى اليوم نحن عايشين في فضاء الأكاذيب، كله أكاذيب. هنحكم وحتى الهزيجة الفارغة دي بكرة حتضغط وما بعرف هنعرف، كل أحلام ضاعت. لأن الناس اللي جوا بعد المشهد بعد 2019 ما كانوا قدر المقام، ما قدر مقام البلد دي. يعني تتخيل الزول اللي بيتكلم ده حزب فيه 10 أنفار وسهو الراجعين لمولانا المرغني ذاته، ده غلبته بهي قصصهم دي، راجعين لمولانا المرغني 10 أنفار. تخيل ينفخ في الميكروفون لما أقلق عندما أخذوا منه يغلو على ديناريتا، يغلو أخذوا منه الحراسات. ما هي دي إن إحنا النفخة بتاعة الخميرة اللي عشناها ال4 سنوات دي كلها. مش في حقن كده بسموها تشاهد غدا فجأة كده بتحول حجم الأشياء وحجم الأشخاص وكده، حبوب عندها مسميات معينة. البلد دي خلال 3 سنوات حقنت بال 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 بالمضخمات دي، وتاف فارق. كفاءات، جيب لك كفاءات. وزير اول ما يقعد في كرسي يقول لك انا داير افتش ناس الاوسان. يا اخي البلد دي 4 سنة دي دخلت في عالم من التي. يعني لو كان ده ابو نواس، لو كانت هذه البلد يعني ابو نواس يعني اللي جلست ولا بكت في ركن قصي وقالت ولقد بلغت مع الغوات بدلوهم واسمت سرح اللهو حيث اسامه وبلغت ما بلغ امرئ بثيابه فاذا عصارته كل ذاك اسامه. الحصر خلال 4 سنوات كله أسام، كله كذب في فارغة في أشخاص ما قدر المسؤولية. يعني ال4 سنوات الفاتت دي سنوات غيهب وما بتحفي منها زول. يعني بس انت أخذ حالة محمد الفكري، مرة قالوا له انت، أنا قال رضيت إنه أنا أخرب صورتي الزاهية،
ازاي قعدت مع حميتي ويا اخي صورتك زهل؟ قال لك خربها منه بتقعد حميتي. رد عليه تبي جلابي، شوف البلد دي زهل كان شكله كان في كرين، شوف السودان ده الاربع سنوات اللي فاتت دي وكانه كان شكله في خماره، كانه كان شكل سكاره يعني، حتى هم ذاتهم بيشتموا بعض بلغه هم ذاتهم ما فاهمين شنو. نحن كنا في حال وللاسف الشديد حاله البؤس هذه مستمره، والاكثر من هذا انه بيطلع وقود هذا الصراع الصفري وهذا الصراع العدمي وهذا الصراع اللا مسؤول ضحاياه اولاد صغار 16 سنه و17 سنه و18 سنه، وضحاياه بيموتوا ما بعرفوا قبورهم وين، ما بيستروا حتى جثامينهم، ضحاياه اولاد بتفقع عيونهم ما في زول بيمشي بيقولوا يا اخواننا ده حق العلاج، في النهايه اضطروا يمشوا لرئاسة الشرطة ويمشوا لرئاسة البرهان بيقول لي عالجنا. انت قادر تتخيل اللوحة المأساوية العجيبة دي اللي ما، وده كله بيتم باسم شنو؟ باسم التغيير وباسم الثورة، ولسه في ناس عمرهم 70 سنة يا ناجي ورؤساء أحزاب، كانوا رؤساء أحزاب لسه قاعدين في الجروبات يقول لكم المواكب، الليلة المواكب طلعت وهاكم هذه صور المواكب، يعني هو رئيس حزب يعني مطلوب انه ينتج رؤية يساهم في انتاج الحل يساهم في 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 توسعة مدارك الناس، شغال ناشط شغال ناشط بوزع في دي البلد. ما الان احنا لا عندنا احزاب لا عندنا، عشان كده البلد كلها ارتدت. اسي الليلة الاصوات العالية وين؟ نعم الناطق الرسمي باسم قبيلة النوبة، الناطق الرسمي باسم قبيلة الهوسة. نحن انتهينا يا استاذ حسن، مش انتهينا يعني في السودان، انتهينا من الحلقة دي. احنا شاكرين لك يعني هذا التحليل. مرحبا يا ناجي، ما ادري ان اقول الزعيط والمعيط منو يعني لو زعيط ومعيط يعني زي السودانيين الان فهموا من هو زعيط ومعيط، خصوصا أيوة. الطريقه اللي وصفتها يعني الناس دول لو صادقين يبكوا على الشعب السوداني اللي هم بيحكموا يعني. نعم شكرا لك استاذ حسن. مرحبا يا ناجي. مشاهدينا الكرام، نحن خلال هذه الحلقه كان القصد ان نضع لكم كل هذه التصريحات للسيد رئيس مجلس السياده ونائبه والى السيد محمد الفكي كنماذج للقرارات التي حدثت في أو القرارات 25 من أكتوبر كنماذج للطريقة التفكير التي كانت في ذلك الوقت ما قبل هذه القرارات وما بعدها. الإجابة بلا شك هي لكم في أن تقيموا هذه القرارات. إلى جديد الملتقى، هاكم تحياتي والفريق العامل، في أمان الله.